كان فيه بعض النجاسات مثل الدم وغيرها، فلم يصلي خلال الأسبوع نظرا لمرضه وعجزه حتى انتهى من هذا الأسبوع، ثم قام بأداء الصلوات كلها. هذا خطأ ولا يجوز هذا. يصلي على حسب حاله، إذا كان باستطاعته أن يغير الملابس يغيرها بملابس طاهرة، إذا كان يستطيع أن يغسلها يغسلها، إذا لم يستطع فإنه يصلي ولا يترك الصلاة ولو بملابس فيها نجاسة، صلاته تصح في هذه الحالة ولا يترك الصلاة أو يؤخرها. نعم.